في غياب أي تعليق لبناني رسمي على توغل آليات عسكرية سورية إلى الأراضي اللبنانية، صدر أول كلام سوري على لسان السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، الذي خفف بعد لقائه البطريرك غناطيوس الرابع هزيم مما حدث، معتبرا أن لا ضرورة للتضخيم الإعلامي. أولا، السيادة السورية والسيادة اللبنانية يرعاها الرئيسان والقيادتان في الدولتين، ولا ضرورة لهذا التضخيم الإعلامي والإثارة التي يبحثون عنها الجانبان، يعني الأمن على الجانبين، القيادات في الجانبين يتشاوران ويتفقان، ولا أظن في الأمر مشكلة. وعن حوادث سوريا، أشار السفير السوري إلى أن الرئيس الأسد يقوم بمراجعة للأمور العامة في البلد، وتفاؤلي بأن سوريا تخرج من محنتها أقوى مما كانت، وأن السيد الرئيس بشار الأسد يقود مراجعة وإصلاحات تكون لصالح سوريا ولصالح العلاقة الأخوية السورية اللبنانية. البطريرك هزيم من جهته علق على ما جرى في عرسال، ونحن ما لنا مستعدين أن نعمل منقسم لسوريا وحدها أو لبنان وحده وإلى أخي، هل وحده هاي نحن ما بنعتقد فيها خالص. أما فيما يتعلق بالوضع الداخلي في سوريا، وإن شاء الله عن قريب بدنا نشوف أنه سوريا عم ترتاح لحتى ما يكون غيرها أحسن منها في أي شيء على الإطلاق. هزيم لفت إلى أن الأسد يعمل ليل نهار لإنهاء الأزمة في بلاده.